ثمانية وتتناول موضوع أو تيمة يعني المحنة الوطنية العصرية التي عاشها الشعب الجزائري من وجهة نظر كاتب لا يؤرخ بقدر ما يشهد على هذه الفترة. الرواية تؤسس من خلال نفسها لرؤية جديدة للمثقف تجاه التاريخ القريب من زاوية مناوشة هذا التاريخ إبداعيا بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية، جاعلة من الحفر في نفسية التراث الملتصق بالذات الجزائرية معبرا لقراءة المسلكية التاريخية للنخب الجزائرية. وقدمت الرواية في نسخة مترجمة باللغة الفرنسية سعيا من المؤلف إلى التقرب إلى مستويات أخرى من الجمهور على حد تعبير كاتبها. بالموازاة، وهذا أمر مهم جدا، صدرت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وقد قام بالترجمة الشاعر الكبير محمد صحابة وهو شاعر باللغة الفرنسية، ومن هنا تكتسي مذنبون المترجمة أهمية أكبر، لأنها تسافر إلى لغة أخرى وإلى قراء آخرين وهم كثيرون في الجزائر. الرواية بأدواتها وعناصر خلطتها السحرية التي تأسر القارئ منذ السطور الأولى تحثه على تقفي وتتبع جسد وروح الرواية بأدق تفاصيلها. أسست دار الحكمة من قبل السيد أحمد ماضي في أواخر سنة 1988، وتلتزم الدار بإصدار كتب متنوعة المواضيع في ميادين المعرفة الإنسانية مستجيبة لاحتياجات الطلبة والأساتذة الباحثين وجمهور القراء المتعطشين للفكر والمعرفة والعلم. الحكمة هي عندها في سنها الآن 34 سنة. دار الحكمة الاختصاص تاعها الكتاب الأكاديمي وخاصة الترجمة. كما تولي هذه الدار العناية بمجال الترجمة، حيث ترجمت ما يربو عن 25 كتابا بغية تقريب منشوراتها من الجيل الفرنكفوني، لتتحمل الدار تكاليف عملية الترجمة على غرار دور النشر الأخرى، لتكون بذلك السمة التي تتميز بها دار الحكمة على حد تعبير صاحبها. ترجمنا في ثمانينيات أول كتاب اللي كان الحوار الرفيع بين الصوت العربي والحرف الأمازيغي، إشعار سي محند ومحند، المؤلف عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن بوزيدة. ترجمنا العمل الفني اللغوي الأعمال تاع كايزر للمرحوم الدكتور أبو العيد دودو. ترجمنا الانتليجنسيا المغاربية للكاتب والإعلامي الكبير عبد العزيز بوبكير. الجزائر لزرجيريا إيلير لونك تاع خولة طالب الإبراهيمي، هو الآن راه في الصالون بطبعة باللغة العربية، المسألة الجزائريون المسألة اللغوية. في حوالي 25 كتاب ترجمته دار الحكمة، وكل هذه الترجمة يعني بأموال دار الحكمة. كما نوه أحمد ماضي بالتنظيم الجيد لطبعته هذه السنة من الصالون، بدليل أن الكتب الأجنبية دخلت الجزائر قبل 4 أيام من انطلاق فعالية المعرض على حد قوله. التنظيم
الطبعة هذه طبعة الساعة 19 يعني تنظيم كان أحسن من الدورات اللي فاتوا. وأنا نعطيك دليل، لأول مرة كانت الكتب تاع الأجانب زملائنا الأجانب يعني قبل 4 أيام تاع الافتتاح، وهنا الشكر يرجع للجمارك الجزائرية اللي خدمت وسهرت الليل باش وصلت الكتب، وكل الناشرين هنا يعني فرحانين زملائنا الناشرين، حتى رئيس اتحاد الناشرين العرب راه موجود هنا. يعني أشكر الطبعة هذه. فيما يخص مهنية كما يقولوا بروفيسيونيل تاع ليديتور، قبل ما كانش الناشر ينظم بيع بالتوقيع، لو لاحظ في الطبعة هذه يعني تقريبا كل الأجنحة الناشرين راهم منظمين بيع بالتوقيع، وهذا الشيء هو الاحتراف، هذا الشيء المهني. وباعتباره رئيس نقابة الناشرين الجزائريين، دعا أحمد ماضي من دور النشر إلى تخفيض الأسعار على منشوراتها. هنا نداء بصفة رئيس نقابة الناشرين الجزائريين، نداء من المفروض لكل الناشرين يديروا تخفيضات الصالون باش نقوي المقروئية أكثر، بهدف التشجيع على القراءة والإطلاع وتجسيد مبدأ النهوض بالكتاب الجزائري وترقيته شكلا ومضمونا. على هامش الصالون كانت لنا وقفة مع أحد أصدقاء الثورة الجزائرية فيليكس كولوزي ذي الأصول الأجنبية، الذي يعد نموذجا حيا لمناضل أجنبي شغفه حب الحرية والاستقلال في جزائر الاستعمار، فما كان لنا إلا أن نتوقف عنده من خلال كتاب ميموار دو بريزون. Ce livre est composé de mon enfance, de comment un chapitre comment je suis venu à ce que je suis devenu maintenant, arrivant à être ancien Mujahid. Ensuite, bon, l'arrestation, ce que j'ai pu faire pendant la guerre de libération, des activités. Donc, on est dans l'affaire de la bombe de Sonelgaz avec Fernand Yvetot, qui lui a été exécuté malheureusement. Donc, mon livre continue, par exemple, la police avec les tortures, évidemment. Suite arrive la prison, Sarkozy. حيث رصد كفاحه في ثنايا مؤلفه هذا بعد انضمامه لجبهة التحرير الوطني آنذاك، فكانت له حكايته أيام الثورة التحريرية. في محطتنا الثانية عرجنا على إصدار ثاني كان للكاتب عمر بن خوجة المعنون بمحرقة الظهرة، حيث صور للقارئ واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي في منطقة الغرب الجزائري وتحديدا بمنطقة مستغانم. يناول أكبر جرائم قام بها الجيش الفرنسي في بلاد الجزائر. محرقة الظهرة هي في منطقة من جهة غيلان، من جهة مستغانم، من جهة عشعشة. غلق على قبيلة ولاد رياح في واحد المغارة في بلدية نجمارية حاليا، ألف نسمة. هذه القبيلة كانت تجمع 1000 نسمة، هربوا دخلوا المغارة، بالنسبة لهم يكونوا في الحماية، ولكن المارشال بيجو أعطى أمر صارم أن إلى القبيلة هربت ودخلت في مغارة، أعطى أمر بيليسي باش يخنقها، يشعل النار في الفم تاع المغارة باش ما يقدروش يخرجوا منها، وماتوا يعني في ظرف 36 ساعة ماتت 1000 نسمة. لتتكرر مثل هذه العمليات لاحقا وتصبح حدثا عاديا من طرف الاستعمار دون عنائه لصرفه لأي خرطوشة. الحركية التي شهدها معرض الكتاب لهذا اليوم وتنوع العناوين والإصدارات كلها فرص فريدة من نوعها وبادرة خير للتشجيع على الاطلاع والقراءة والنهوض بالكتاب وترقيته في الجزائر. We'll be right back.